هايدي، لما نحتفل برأس السنة الهجرية ما فينا ما نحكي عن الإنشاد الديني اللي بينقلنا لحالة روحانية بأصوات محببة وقريبة من القلب. دائما للمناسبات الدينية والمناسبات الاجتماعية بتلاقي الإنشاد الديني له حصة صحيح. كبيرة. اليوم لنحكي عن الإنشاد الديني وعن هي الحالة الروحانية. معنا اليوم الأستاذ عدنان الحلاء والأستاذ محمد المدني. سعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بألف خير. الله يسعد الصباح. كل عام وانتم بألف خير. بداية كيف حابين تتوجهوا للمشاهدين بمعايدة من حضراتكم؟ من لكم ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله سنة خير وبركة ومحبة. شو حابين تسمونا؟ على قائد الوطن وعليكم وعلى الكادر العمال وعلى دولتنا بألف خير. على الجميع ان شاء الله. فينا نبلش البداية مع انشودة؟ شو حابب تسمعنا استاذ عدنان؟ حنسمعكم يا من يعولاه مددت يدي. تفضل. من ضمن وحي هذه المناسبة. يا من يعولاه مددت يدي أستر ما أنت به أعلم. يا من يعولاه مددت يدي أستر ما أنت به أعلم. واغفر يا رب خطايانا، من يقصد عفوك لا يندم. واغفر يا رب خطايانا، من يقصد عفوك لا يندم. الله يا رسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم. رسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم. لحق الأعداء بي يوما وشك الصديق له بألم. لحق الأعداء بي يوما وشك الصديق له بألم. فاختار الغار ليختبئ ودعا الرحمن لكي يسلم. فإذا بالغار عنكبة نسجت بالباب فلم يعلم. يا من يعلم مددت يدي أستر ما أنت به أعلم. واغفر يا رب خطايانا، من يقصد عفوك لا يندم. الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا ممجد، أنت ذو الفضل المؤيد، جل من سلم عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك،
صلوات الله عليك. يعني يسلم هالصوت ويعطيكم ألف عافية، وفعلا ما في أحلى من الإنشاد الديني دايما بمناسباتنا الدينية والاجتماعية. خلينا نبدأ مع حضرتك أستاذ عدنان، تخبرنا أكثر عن فرقة الوهاب، عن تاريخها وتأسيسها. تاريخ فرقة الوهاب من 2006 تقريباً. نعم سيدي. من 2006 أسست فرقة الوهاب نسبة للجامع اللي بأذن فيه أنا في منطقة صحنايا اسمه جامع الوهاب. وكان الراعي لها آل موسى الكرام ونوجه لهم تحية، هن اللي أسسوا هذا المسجد وأنا كنت مؤذن فيه، يعني كان عمري 13 سنة. فيما بعد أسست فرقة وسميتها نسبة لهذا الجامع المؤذن فيه اللي هو جامع الوهاب. والحمد لله رب العالمين، يعني لنا باعات كثيرة في الإنشاد وفي السفر، الفضل من رب العالمين. أكيد وجوكم اليوم يعني سعيدين فيه كثير، فعليا الإنشاد يعني أخذتونا لمكان آخر. يسلم هالصوت. خلينا نحكي معك أستاذ محمد عن أنواع الإنشاد الديني قبل ما نسمع، يعني بنحاول نستغل الوقت قد ما فينا أستاذ عدنان نسمع أكبر حصة ممكنة، بس خلينا نحكي عن أنواع الإنشاد الديني اليوم. صباح الخير، يسعد صباحكم، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وبلدنا الحبيب بألف خير بمناسبة العام الهجري الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام فرج ونصر للأمة ولسوريا ولقائدها إن شاء الله تعالى. الإنشاد بشكل عام، الإنشاد الديني أو الغناء الإنشادي الديني يتألف من عدة فئات. في موشحات ممكن تكون موشحات تختص بمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك تواشيح وموشحات أندلسية غزلية، وهناك أيضا التقاطيق هي القصائد الخفيفة نغما وكلمة ولحنا. يعني الآن هو هذا الطابع هو الماشي، خلينا نقول بشكل عامي في وقتنا الحالي. لا شك أن الإنشاد هو له وقعه سبحان الله بكل مناسبة، لكل مناسبة لها أشغالها. صحيح. ولها أعمالها الخاصة. يعني عيد المولد له أشغال خاصة بعيد المولد، مثلا رأس السنة الهجرية مثل القصيدة اللي تفضل فيها الأستاذ عدنان تتحدث عن وحي الهجرة ومن وحي المناسبة. ولا ننسى أيضا أنه الإنشاد الديني هو له الوقع الأكبر في شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان ونحن بأتم صحة وأحسن حال إن شاء الله تعالى. وكان الإعلام الوطني، إعلامنا الوطني بفضل الله كان مسلط الضوء من الخمسينات إلى الآن بنقل فترات السحر بشهر رمضان المبارك من المسجد الأموي من خلال الإذاعات ومن ثم من خلال شاشة تلفزيوننا الوطني بفضل الله عز وجل. تمام، يعني بعد ما تعرفنا على الإنشاد الديني وأنواعه، وقبل ما نكفي حديثنا معكم وكرمال نستغل وقتنا أكثر ونسمع الإنشاد الديني والروحانيات يلي فيه، شو حابب تسمعنا؟ أكيد هنسمعكم قصيدة محببة لدى الجمهور بيحبوها والعالم كلها حافظينها يعني بس هنسمعكم قبل منها هيك أبيات بسيطة بعدين إن شاء الله بندخل فيها. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم لولا الهوى لولا عن على طال ولا أرقنا لذات البان والعلم يا لائمي في الهوى يا نايمي في الغوى العذري معذرة مني مني إليك ولو أوصفت لم
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، شمس الكمال بكمال الجمال، جل من سواك حقا دائما للخير سعى. جئت بالأمر المطاع، جئت شرفة العالي، مرحبا يا خير دا. بدنا اياها تخلص. الله يسلم الصوت، يعني فعليا اضفتوا لمسه خاصه اليوم على صباحنا. خلينا استاذ عدنان، حضرتك قديت عدد منشارات اغاني المسلسلات؟ مش حابب تسمعنا شيء؟ نحن من اليوم ما رح نخليك، يعني ما رح نخليك اليوم، نخليك طول الوقت. لا طبعا قديت شارات مسلسلات اشهرها هي باب الحاره بصراحه، اللي بحبوا بيه القديمة والجديدة، لأنه في ساونا بس، ولكن القديمة لها باع يعني مكاني خاصة يمكن. تمام صحيح، تمام. خلينا نسمع. يا أهل المروة والعزة والكرامة والطيبة والنخوة والشرف والشغامة، يا أهل المروة والعزة والكرامة والطيبة والنخوة والشرف والشغامة، ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة اللي مجراحنا، والدنيا بتضحك لما نضحك بتزين أفراحنا، ورد وبحر ونارجي أحلى الأسامي، زينة الحرم فرجي بالياسمين الشامي، الند اللي بيزرع فتنة بيحصد شر النادري، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالة، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. الله 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 الله
أي حرام أدى في مين بيحمي الدار الحق يصون حدك يلي بده يتحدى أي حرام أدى في مين بيحمي الدار الحق يصون حدك عنا ناس زجرتي بالصبر بيتحلوا بس العوايني رح ينالوا وينزلوا والخاين يا ويل ويل يا ويل من الله والخاين يا ويل ويل يا ويل من الله 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 عليكم يعني فعليا ما بدنا الوقت يخلص معكم الله يسلمكم يسلم هالصوت واخذتونا مو بس لحاله روحانيه لايام وذكريات مع الاغنيه لايام جميله بسوريا ان شاء الله بترجع ان شاء الله بتنعاد باذن الله ان شاء الله يا رب اكيد خلينا ننتقل عندك استاذ محمد نحكي عن شو هي اهم مواصفات المنشد وشو هي القيم الروحيه والمعرفيه اللي مفروض يكتسبها او يمنحها لا شك الانشاد هو بطبيعته ليس فقط غناء صحيح. أو أداء لقصيدة من خلال لحن أو كلمات إنما هو إرشاد من خلال الكلمات التي نؤديها قد تكون فيها عبرة وفيها دروس فلذلك المنشد أولا مثل أي مطرب يجب أن يتمتع بصوت حسن وطبعا بالمناسبة الصوت الحسن لا يكتسب اكتساب هو موهبة ربانية بحتة صحيح. إنما عندما يمتلك الإنسان الصوت الحسن يقوم بصقله من خلال التدريب ومن خلال دراسة الموسيقى وبالنسبة للإنشاد خصوصا مثل ما كما حال الأستاذ عدنان حافظ لكتاب الله تعالى ومجود فأغلب قصائدنا تتكلم باللغة العربية الفصحى فيجب المنشد أن يكون فصيح وبليغ ويفضل أن يكون درس التجويد تجويد القرآن الكريم تمام. حتى صحيح. يعني يؤدي صحيح يؤدي بشكل صحيح حتى تكون مخارج حروفه صحيحة حتى صحيح. يفهم المستمع ما يقول لأنه مثل ما قلت ببداية كلامي أنه الإنشاد هو ليس فقط إنشاد لكي نطرب ونستمع بألحان جميلة إنما هو بحد ذاته إرشاد يعني حابين نستغل الوقت قد ما فينا أخيرا آخر شو بتحكي سمانة بالأخير المشكلة ما أنا حاطين خيارات يعني إحنا هلا هيك حتى شو هلا بنختم فيها بدنا نأخذ خلص وقتنا على عيني بتأمروا أمر إحنا مبسوطين بوجودكم قلب بالحق تعلق وبغانح رأى تألق قلب بالحق تعلق وبغانح رأى تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا رسول الله محبا في الروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهنأ يا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام عليك
يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لوجودكم معنا استاذ عدنان استاذ محمد. شكرا وكل عام وانتم بالف خير. ان شاء الله بنعاد عليكم. شكرا لكم استاذ عدنان الحلا والاستاذ محمد المدني. شكرا. اكيد تحيه لكل فرقه الانشاد. بدنا نشكرهم فردا بتمنى كنا يكونوا موجودين معنا وينعاد عليكم بالخير. ان شاء الله بنعاد علينا وعليكم. بختام حديثنا حابين توجهوا كلمه اخيره. تفضل. كل عام وانتم بالف خير وان شاء الله بينعاد علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالف خير وصحه وعافيه، وان شاء الله سنه تفرج على الامه الاسلاميه يا رب. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وبلدنا الحبيب ان شاء الله بالف خير. وبتشكركم على استضافتكم الجميله اللي دائما نحن إن الشرف انه نشارك معكم دائما بهيك المناسبات. شكرا جزيلا كلكم.